بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا للإخوة والأصدقاء بالمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة الفحص أجرى على دعوتهم لي للمشاركة في مبادرة شعراء ومبدعون ملتزمون بالحجر الصحي. اخترت لكم نماذج من مجموعة القصص القصيرة جدا عوالم. ونبقى الآن مع النص الأول المعنون ب كما تدين تدان. جلس على ربوة بعيدين عن أعين الناس، حيث تختلط زرقة البحر بزرقة السماء. تشابكت الأصابع، صار يردد على مسامعها سيمفونيته المعتادة. كان يباغتها بين الفينة والأخرى بقبولات طائشة. هتفه أحدهم: زوجتك ضبطت متلبسة. النص الثاني: علاج طبيعي. أحس بارتخاء في عضلات جسمه، مفاصله لا تقوى على حمله. اعتلت السفرة محياه، أرقه السهاد. قصد الطبيب، أمسك بتلابيبه يسأله: ما علتي؟ فحصه الطبيب: لديك نقص حاد في فيتامين دي. أردف: الحل يا دكتور. رد عليه مبتسما: عليك بأشهر الصيف. انصرف، دلف محلا للحلاقة، نال الحلاق من شعره الأشعث، اغتسل بزيت الزيتون، افترش رمال الشاطئ، لفحته أشعة الشمس. فيما تم شهر غش كان على موعد مع الطبيب نفسه، أصيب بحروق من الدرجة الثالثة. النص الأخير المعنون به: شخصية مبهمة. رتب أوراقه، ضمها بين دفتي ملف كرتوني، لمع حذاءه الأسود، ارتدى بذلة رمادية، رش عطرا غير مصنف، قصد مصلحة إدارية، واثق الخطى يمشي، لم يكترث للجموع الغفيرة. همس في أذن الشاوش المرابط بباب الرئيس، رسم له منحا إلى مكتبه. الكل في ذهول، تمتم أحد المصطفين: إنه الرئيس. أردف الآخر: لا أظنه المفتشة. صادق على الوثائق في ثواني، توارى عن الأنظار، أعاد البذلة شاكراً.